حصل مركز نواة للأبحاث العلمية الرائد في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في تحاليل وسلامة الغذاء ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على هذا الاعتماد. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يخلق ميزة تنافسية للصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، كما سيوفر الاعتماد نصف التكلفة و90% من الوقت المخصصين لتحاليل عينات الصادرات المصرية بالخارج. وقع البنكان المركزيان في الصين والسعودية اتفاقا لمبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان، أي بنحو 5 مليارات أو 6 مليارات و930 مليون دولار. وقال البنك المركزي الصيني في بيان له إن الاتفاق الذي سيسري لثلاث سنوات قليلة أو قابلة للتمديد بموافقة الجانبين سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الرياض وبكين. في أسواق الصرف العالمية هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة التي بلغت ذروتها. ومقابل ضعف الدولار الأمريكي سجل اليورو دولار و9 سنتات ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر، كما صعد الجنيه الاسترليني 0.14% إلى $1.24 ليقترب من أعلى مستوى في شهرين. في أسواق البترول العالمية ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك بلس الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ 4 أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة نحو 0.8% إلى $81.27 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% إلى $76.49. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.61% لتصل إلى $2.75 للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.52% تسجل نحو $2.92 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 0.38% خلال أكتوبر على أساس شهري، ومن بين أبرز المجموعات السلعية ارتفعت مجموعة الكساء والملابس بنسبة 6.98% على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.71%، وزادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنحو 4.23%. أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، حيث بقى معدل الفائدة على الإقراض لعام واحد بنسبة 3.45%، وحافظ المركزي أيضا على معدل الفائدة على الإقراض لخمس سنوات عند 4.2%، وذلك مع استمرار تأثير ضعف اليوان في الحد من المزيد من التيسير النقدي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا وإيمان لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.